شيخ حفظك الله، يقول بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد ومعه رجال ونساء وليس بينهم حائط، وكان عليه الصلاة والسلام يغزو ومعه النساء، وكانت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليهم في الفتوى والعلم، فلماذا تمنعون من مشاركة المرأة في العمل والمشاركات السياسية؟ نعم، نقول كل هذا حق. النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين وليس بينهن وبين الرجال حاجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى شيئين. الشيء الأول أنه قال بيوتهن خير لهم، مع سلامة الناس في ذلك الوقت، صحابة هم خير القرون، ومع ذلك قال بيوتهن خير لهم، وهذا يعني أن المرأة تصلي في بيتها أفضل. ثانيا أنه قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وهذا يدل على أن الأفضل أن تبتعد المرأة عن مخالطة الرجل. هذه واحدة. أما ليس بينهن حاجز، فهل المساجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كمساجدنا اليوم في الإضاءة والإنارة؟ لا. وهل نساء الصحابة كنساء اليوم؟ أبدا. نساء الصحابة لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة جعلنا يلقين من أخراصهن وأسورتهن في ثوب بلال على طول. الآن لو تصيح ملء آذانك وفمك تقول إن تصدقنا وجدت واحد يتصدق وعشر ما يتصدق، ففرق. وأما الرجوع إلى النساء في الفتية، فمن قال إنه لا يجوز أن تستفتى المرأة؟ إذا كانت المرأة عندها علم تستفتى حتى إلى وقتنا هذا، لكن هل تستفتى وهي متبرجة متطيبة متمكجة قدام الرجال؟ لا. ولا لو فرضنا امرأة متحجبة تماما بطل وجهها وجهها ورجلها وكل شيء وجالسة في مصلاها وجاء استفتيها رجل بلا خلوة، قلنا نعم ما في مشكلة. وأما مشاركة في الرأي والجهاد فنعم هذا مسلم، لكن هل شاركنا رجال في أمور السياسة؟ لا أعلم هذا أبدا. وعمر رضي الله عنه لما جعل أمر شورى أمر خلافة شورى، هل أشرك فيهم امرأة؟ ما أشرك، ولا علمنا أحد أنه يشرك المرأة. وكيف يمكن أن نشرك المرأة في أمور هامة سياسية مصيرية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لنبذ الرجل الحازم يحتاكم. نحن عقلاء نعرف، وإذا أصابت واحدة من مئة من النساء فلدينا من يصيب 99% من الرجال وفيهم كفاية.